شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم حول إحدى الرذائل الأخلاقية الموبقة، وهذه الرذيلة هي رذيلة حب الدنيا. الحديث في هذا الموضوع يدور حول محاور ثلاثة. المحور الأول: ما هي الدنيا؟ المحور الثاني: ما هي آثار حب الدنيا؟ والمحور الثالث: هل نتمكن نحن البشر أن نلغي حب الدنيا من قلوبنا؟ هذه محاور ثلاثة نتحدث حولها بإذن الله. المحور الأول: ما هي الدنيا؟ علماء الأخلاق يرون، وهذا الشيء أيضا يمكن أن يستفاد من الآيات والروايات، علماء الأخلاق ينوعون الأشياء إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما يعتبر من الدنيا في صورته ومعناه. هذا النوع الأول لا يختلف باختلاف الاعتبارات أو باختلاف الأوضاع أو باختلاف الأحوال، وإنما هو متمحض في كونه من الدنيا، ظاهره هو الدنيا وباطنه هو الدنيا، صورته الدنيا، معناه الدنيا،
جوهره الدنيا ومظهره الدنيا، ما يعتبر من الدنيا في صورته ومعناه. وقد ذكر بعضهم أن هذا النوع هي أنواع المحظورات، ولكن الشيء الذي يخطر بالبال عاجلاً أن هذا النوع الأول يشمل المحظورات والمكروهات أيضاً، يعني جميع ما هو مرجوح من الناحية الشرعية، سواء كانت هذه المرجوحية إلى حد المنع من النقيض كالمحظورات، أو لم تكن إلى حد المنع من النقيض كالمكروهات، يعني الغيبة مثلا التي هي إدام كلاب أهل النار كما في الأحاديث، هذه تعتبر من الدنيا، ظاهرها دنيا وباطنها دنيا، صورتها دنيا ومعناها دنيا. جميع أنواع المحرمات وجميع أنواع المكروهات كالنوم بين الطلوعين مثلا، هذا مكروه من الناحية الشرعية، وحتى من الناحية الطبية هذا العمل مرغوب عنه، يعني غير محبوب، هذا يعتبر من الدنيا في صورته ومعناه. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ما يكون من الدنيا في صورته، الظاهر دنيا، عندما ترى شخصا يعمل هذا العمل تجد أنه مشتغل بعمل دنيوي، ولكن يمكن أن يكون باطنه من الآخرة، الظاهر دنيا ولكن الباطن يمكن أن يكون آخرة. مثال هذا النوع الثاني جميع الأعمال المباحة التي نقوم بها، مثل الأكل مثلا، الأكل ظاهره عمل دنيوي، الشرب، النوم، السفر، التنزه، هذه الأعمال ظاهرها أعمال دنيوية، ولكن يمكن أن يكون باطنها باطنا إلهيا. هذه في الواقع من فطنة المؤمن، هذا من ذكاء المؤمن، أنه يوجه كل شيء باتجاه الله ويجعل كل شيء ذخيرة لآخرته، حتى عندما يقعد على المائدة يأكل الطعام. لاحظوا فطنة المؤمن وذكاء المؤمن. نحن كيف نحج عندما نبدأ بالطواف حول الكعبة؟ بأي نية نبدأ بالطواف حول الكعبة؟ بنية الله، عمل من الأعمال المقربة إلى الله. عندما نقف للصلاة بأي نية؟ نفكر لحظة
أني أؤدي هذا العمل لله. المؤمن الفطن يجعل أكله هكذا، عندما يأكل يفكر لحظة، لماذا أتناول هذا الطعام؟ كما يطوف حول الكعبة لأجل الله يأكل الطعام لأجل الله. هو هذا العمل يكون من الأعمال التي تقربه إلى الله. المرأة عندما تذهب إلى المطبخ وتطبخ الطعام، هذا العمل ظاهره دنيا، ولكن بإمكان المرأة المؤمنة أن تجعل تفكر لحظة، أني لماذا أطبخ الطعام؟ أن تجعل هذا العمل لله تعالى. هذه فطنة، هذا ذكاء. وحقيقة واحد يشعر أنه حقيقة، شلون إحنا في عباداتنا نشعر أننا نتقرب إلى الله تعالى؟ المؤمن بهذه الأعمال التي ظاهرها الدنيا يشعر أنه دا يتقرب إلى الله تعالى. تقرب. المطالعة يمكن واحد يجعلها قربة إلى الله ويشعر بالأثر في باطنه. يعني فرق التلميذ في الجامعة، مرة يأخذ المنهج ويطالعه للنجاح، مرة لا، يطالعه لله. حقيقة هذه النية تؤثر في باطنه، يعني يشعر أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل. الجد رحمة الله عليه أحد أبنائه كان ينقل، يقول في يوم من الأيام كان جالس في الغرفة ويطالع كتاب الجواهر ومجموعة من الكتب الفقهية الأخرى، فدخل عليه رجل وقال: أنا أريد أقطع مطالعتكم للحظات. قال: تفضل. قال: إذا علمت، إذا علمت بطريقة من الطرق أنه أنت بعد لحظات، بعد دقائق سوف تموت، يأتيك الأجل، فماذا تفعل؟ يقول بدون تأمل، يقول هو رحمة الله عليه كان يتأمل شوية عندما كان يسأل واحد، شوية كان يفكر ثم يجيب. يقول لكن في هذه المرة خلاف عادته أجاب بلا تأمل وبلا تردد وبدون تفكير، قال: إذا علمت بذلك أنا ما أعمل أي شيء، أستمر في هذه المطالعة. هو أطالع هذا الكتاب إلى أن يأتيني الأجل، لأنه هذه المطالعة مطالعة لله. واحد ناوي بها الله تعالى، ناوي بها القوة على العبادة، بالأكل، بالشرب، بالنوم. قبل ما واحد ينام يفكر: ليش أنا؟ مو لإرواء الشهوة، لا، لأنه أنا إذا ما أنام ما أتمكن أعبد الله تعالى. إحنا مخلوقين للعبادة. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إحنا مخلوقين للعبادة، مخلوقين للتقوى. إحنا إذا ما نمنا وما أكلنا بالمقدار الكافي، لا بما هو أكثر أو أقل، ما نتمكن، لا نتمكن من العبادة، لا نتمكن من الصلاة. يا أيها الرسل، آية لطيفة، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الأكل مقدمة العمل الصالح. هذا النوع الثاني ظاهره دنيا، حتى فتح المتجر، حتى المعاملة، حتى البيع والشراء ظاهره دنيا، ولكن يتمكن واحد بالتفكير والتأمل والتروي أن يجعل هذا العمل لله تعالى. هذا النوع الثاني.
النوع الثالث ما يكون من الآخرة في صورته، وهذا شيء خطير في الواقع ويحتاج إلى تأمل. صورته آخرة، ولكن يمكن أن يكون باطنه الدنيا، مثل واحد يذهب إلى الحاج، هذا العمل شنو ظاهرة؟ آخر. هذا العمل ظاهرة أنه عمل قربي، ولكن الله تعالى مين خدع بهذه الظواهر؟ الله لا يهمه حجم العمل. يمكن واحد يأتي يوم القيامة وأعماله كالجبال والعياذ بالله، لكن عندما يفتش في عمق باطنه، عمق باطنه حب الدنيا. ذاك الرجل كان يتظاهر، الرجل المعروف بالزهد والتقشف في الدنيا، وكان يلبس الملابس البالية وطعامه تمر ولبن، وينام على الأرض، وما عهد عنه شيء أنه يخلف لأهله ذهب. يعني أنا الآن ما أتذكر أنه خلف لأهله ذهب، فضة، دينار، بيوت، يعني فتشي غير متعارف. ولكن هذا الظاهرة الآخرة، ولكن جوهرة شنو؟ جوهرة حب الدنيا، حب أن يقال له أمير المؤمنين الثاني، هذا جوهرك. هذا هو النوع الثالث. كل ما ارتبط بالله سواء كان من النوع الثاني أو كان من النوع الثالث فهو من الآخرة، هذا ما يعتبر من الدنيا. وكل ما لم يرتبط بالله سواء كان النوع الأول أو النوع الثاني أو النوع الثالث هذا يعتبر من ماذا؟ من الدنيا. هذا هو البحث الأول، وهو أنه ما هي الدنيا. هنالك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله مذكور في البحار، يقول: الدنيا ملعونة، وملعون كل ما فيها. كل ما في الدنيا ملعون، يعني بعيد عن الله. كل ما في الدنيا هذا ملعون. الله تعالى ما نظر إلى الدنيا كما في الأحاديث منذ خلقها احتقارا لها، إلا هذا تتمت الحديث: ما ابتغي به وجه الله، إلا ما كان لله، يعني النوع الثاني أو النوع الثالث اللي هذا يعتبر غير ملعون، قريب من الله تعالى. هذا هو البحث الأول، وهو ما هي الدنيا. البحث الثاني: ما هي آثار حب الدنيا؟ آثار كثيرة، وحقيقة واحد إذا يطالع خطب نهج البلاغة وأحاديث أهل البيت وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، شلون عرفوا واقع الدنيا، عرفوا واقع الدنيا. إحنا نعيش في أجواء ننظر الإطار المحيط بنا الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا،
ولكن أهل البيت صلوات الله عليهم عرفوا حقيقة الدنيا. كثير من الأحاديث، ولكن نكتفي بحديث واحد عن مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول في هذا الحديث: حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن. الفتن، ظاهر معنى الفتنة يعني المشاكل الاجتماعية، الاضطرابات الاجتماعية، فتنة، المشاكل، الأزمات، الاضطرابات، هذه جذرها شنو؟ حب الدنيا. قارون، فتنة قارون، هذه الفتنة التي أقامها قارون من أين بدأت؟ من حب الدنيا. هذا العالم الذي كان يقرأ التوراة بصوت حزين، كان ظاهرة في بداية خوش آدمي، ولكن هذا حب الدنيا استمكن من قلبه، حب المال فأرداح. هذه الفتنة التي أثارها قارون، لأن ولد فتنة اجتماعية. منين بدأت؟ يعني مو هو كان منحرف، لا، وإنما ولد فتنة اجتماعية أيضا، حب الدنيا. فرعون، الفتنة اللي أقامها فرعون، فتنة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. كان قائد هذه الفتنة في الدنيا، وهو إمامهم في الآخرة أيضا. رجل غسال أموات كان فرعون، يغسل الأموات في المقبرة، ولكن هذا حب الدنيا كان مستمكن من قلبه. هو هذا غسال الأموات في يوم من الأيام قال: أنا ربكم الأعلى. وأضل فرعون قومه وما هدى. قابيل، ليش قتل هابيل؟ حب الدنيا. هذه الحروب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، أكو بها مبررات يبررون هاي الحروب اللي الآن قائمة، ملايين الجرحى والقتلى والأرامل والأيتام، ليش؟ حب الدنيا. هذا الطاغية الذي رأيتم بعض ويلاته، ما 30 عام دا يعيش، أكثر أقل، مستمر دا يسوي جناية على القريب والبعيد. شنو وراء هذا؟ حب الدنيا. يريد يعيش 40 عام، 50 عام حاكما متسلطا، حب الدنيا. وتعال من هذا إلى خلاف بين شريكين، أحد الشريكين يتهم الآخر ويتكلم ضد الآخر، ليش؟ حب الدنيا. حب الدنيا كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمختلف أنواعه، حب العظمة، حب التفوق، هذا حب العظمة هواي مهم، واحد يحب أن يكون عظيما، حب العظمة، حب التفوق، حب المال، حب الجاه إلى آخره. حب الدنيا رأس الفتن والشق الثاني وأصل المحن. محن الآخرة خواضة، حتى محن الدنيا المحنة. إذا واحد قلبه مو معلق بالدنيا، ما يتأذى بهذه الدنيا،
أكو في حديث آخر: من كثر اشتباكه بالدنيا كان أدعى لحسرته عند فراقها. إذا تاجر قلبه مو معلق بالمال، في يوم من الأيام فقد المال ما يتأذى، لأن المال ما كان عنده شيئا، بينما تاجر ثاني يفقد المال فينتحر، كما انتحر تاجر في إيران قبل فترة، انتحر لأنه فقد، قال أنا بعد ما عندي من المال إلا ما يكفيني لسنتين، بعد السنتين كيف أعيش، وراح انتحر. إذا واحد ما عنده علاقة، يعني ما عنده حب لهذه الدنيا، لا يعيش المحنة، مرتاح في هذه الدنيا. إحنا ما نقرأ في الزيارات، ما يجب أن نتأمل في هذه الزيارات عشت سعيدا. نخاطب الإمام صلوات الله عليه، شنو هذه السعادة؟ السعادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن ما يتأذى، فلان واحد اتكلم عليه، فلان واحد أهانه، كان نائب في يوم من الأيام ثم الآن مو نائب، إذا قلبه مو معلق بذلك ما يتأثر، لأن لا يشكل عنده شيئا. فحب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن. الله تعالى في آية أخرى يقول: فلنحيينه حياة طيبة. عندنا هاي الحياة الطيبة حقيقة، نشعر بهذه الحياة الطيبة بمقدار ما واحد يجرد قلبه من حب الدنيا يشعر بذلك. لذلك احنا المؤمنين هواية أكثر ارتياحا من الآخرين اللي لا يؤمنون. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث ونختم الكلام به: هل يمكن أن نلغي حب الدنيا من قلوبنا؟ هنالك بحث مطول ذكره علماء النفس حول الأصول الحيوية والأصول النفسية، وما علي بهذا البحث لأنه يحتاج إلى تفصيل من الناحية العلمية، ولكن أدل هذه قاعدة يذكرها الحكماء، أدل دليل على الإمكان الوقوع. هنالك أفراد رفضوا الدنيا بعملهم بقلوبهم، هذه الدنيا مو مهمة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الدنيا عندي كورقة في فم جرادة تقضمها. جرادة أكو في فمها ورقة وتقضمها، شنو قيمة هذه الجرادة عندكم؟ إلها قيمة؟ تلتفتون إلى هذه الورقة؟ الدنيا عند أمير المؤمنين هكذا، كورقة في فم جرادة تقضمها. ثم يقول: ما لعلي ونعيم يبلى ولذة لا تبقى. أمير المؤمنين له مقامه، وفي حديث آخر عندما جاء ذاك الرجل وقال للإمام أنه أنا محتاج أنا فقير، قال الإمام لقنبر: أعطه كذا من المال، مثلا 100. فقال قنبر: 100 ذهب أو فضة؟ قال الإمام: كلاهما عندي حجر، أعطه أنفعهما لا، ما إله قيمة. الدنيا ما إلها قيمة. عرضت على الإمام تلك الإمبراطورية التي كانت تحتوي على أكثر من 50 دولة مقابل كذبة واحدة، ما قبل.
الدنيا ما لها قيمة عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولكن أمير المؤمنين له مقامه، رسول الله صلى الله عليه وآله له مقامه، أئمة أهل البيت لهم مقامهم، لا حتى أفراد عاديين مثلنا كانوا تركوا الدنيا. قال إني ذاهب إلى ربي، تركوا الدنيا، تركوا مو يعني ذهبوا، مو مقصود هذا أنه ذهبوا وعاشوا في الجبال وفي الكهوف، لا يعني أعرضوا عن الدنيا. هسه يختلف باختلاف الأديان، باختلاف الأمم، باختلاف الظروف، تركوا ما إلى قيمة. واحد من هؤلاء الذي يذكره العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار، قضيته قضية مطولة، ولكن أكتفي بجوانب من هذه القضية. جيد الإخوة يكون عندهم في البيت كتاب بحار الأنوار، يطالعوا بين فترة وأخرى، لأن حقيقة هذه الكلمات مؤثرة، هاي الأجواء تقسي قلوبنا، هاي الأفلام، هاي المناظر، هاي القنوات كلها تسبب قساوة القلب. في حديث عن الله أن الذي يحب الدنيا، الشيء اللي أنا أفعل به أنه أنزع حلاوة مناجاتي من قلبه. نشعر بهذه الحلاوة؟ إذا نشعر بهذه الحلاوة نقوم قبل أذان الفجر ونصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين ولو على الأقل، ماكو حب، هاي الحلاوة منزوعة. هذا من آثار حب الدنيا، لأن زعلنا حلاوة مناجاتي من قلبه. الشاعر يقول في شطر شعر له: كل نوم على المحب حرام. إذا حقيقة واحد محب، هذا حرام علي أن ينام بقانون الحب، ماكو. هذه الأجواء على الأقل واحد يخلي في بيته بحار الأنوار كتاب الكافي، يطالع بين فترة وأخرى، أهله يطالعوا، أولاده يطالعوا، هذا هواي مؤثر. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه ينقل أن المسيح صلوات الله عليه في سياحته، هو المسيح وما كان عنده مكان، وهنالك قضية ينقلها بعض العلماء في البحار، ما أتذكر أن تكون هذه القضية موجودة. يقول: في يوم من الأيام اشتد الرعد والبرق والمطر، فالمسيح ما عنده بيت في هذه الدنيا. حقيقة شوفوا هذه الواقعية للمسيح، المسيح نبينا قبل أن يكون نبيه، أن يعني المسيح اللي يعتقدون به ما إلى واقعية بالشكل اللي يصوروه. الآن 2000 عام ربما مرت على ولادته، شاب عمره 33 عام، المسيح ما كان كبير، 33 عام أو 34 عام هالحدود، الله رفعه إليه، دا يحرك التاريخ، هواي مهم. ما كان عنده مأوى في الدنيا، فعندما اشتد المطر والرعد والبار أخذ يبحث عن مأوى، فلاحت له خيمة من بعيد، راح قال أستظل بهذه الخيمة. فجاء عندما قرب من الخيمة، فتح باب الخيمة، شاف أكو امرأة في الخيمة وحدها، فأعرض عن ذلك رجل، حتى إذا يكون المسيح، هذا تعليم إلنا، وامرأة في خيمة واحدة، في بيت واحد، في غرفة واحدة، هذا لا يصلح. فأعرض، ثم أخذ يبحث فوجد كهفا
في جبل، راح حتى يدخل في هذا الكهف، فوجد هنالك أسدا رايح في هذا الكهف. فقال لله سبحانه وتعالى: يا رب، جعلت لكل شيء مأوى، ولم تجعل لي مأوى. كل شيء له مأوى، الأفراد لهم مأوى، الطيور لها مأوى، الحشرات لها مأوى، هذا الأسد له مأوى في هذه المغارة في هذا الكهف، ولكن أنا ما لي مأوى. فقال الله سبحانه وتعالى: مأواك في مستقر رحمتي. والحديث مفصل أنه كيف وضع المسيح في يوم القيامة في الآخرة، عظمته عند الله سبحانه وتعالى، تزويجه في الآخرة، الحفل الذي يقيمه الله للمسيح في الآخرة لحفل زواجه. على كل حال، فما كان له مأوى في هذه الدنيا. في يوم من الأيام كان يسيح في البراري، اختصر القضية، فوصل إلى مدينة فوجدوا كنزا على باب المدينة، يعني قرب المدينة. اللي كانوا معه قالوا: احنا نجلس عند هذا الكنز لئلا يضيع. فقال لهم المسيح: شأنكم، ولكن أنا لي كنز في داخل هذه المدينة، أروح أجيب هذا الكنز وآتي. دخل، ذهب إلى خربة، كان في تلك الخربة شاب يتيم وعجوز. الشاب حطاب يجمع الشوك، نحن نطلق عليه الحطاب الآن، ما في إشكال، يجمع الشوك من الصحراء، فقير. المسيح عندما قعد وياه شاف أنه أكو هنالك هم عظيم في قلبه. الإنسان المهموم يبدو عليه الهام، فقال له: ما هو الشيء الذي يشغل بالك؟ قال: هم عظيم، وهذا ما إلى علاج إلا الموت، ما يمكن تحقيقه في هذه الدنيا. قال: قل. فقال: أنا في يوم من الأيام كنت آتي بالشوك أو أذهب إلى الصحراء، فرأيت ابنة الملك في قصرها، وأنا وقع حبها في قلبي، هذا القلب الفارغ، كل شيء يقع فيه، إذا واحد يحب الله، إذا يحب الآخرة، هاي الأشياء ما تأثر عليه، هاي الأشياء إنما تنفذ في القلب الخالي عن حب الله سبحانه وتعالى. المسيح قال له: ما في إشكال، روح أنت واخطب ابنة الملك من الملك، اخطبها، وأنا ضامن أن أنفذ ما يريد. اجى إلى الملك، خطب ابنته، هذا الحطاب يعني جامع الشوك، احنا الآن نقول حطاب. المهم، الملك قال له: ما يخالف، ولكن ائتني من الجواهر بهذا المقدار، بهذه الكيفية. رجع إلى المسيح، شرط تعجيزي كان، قال له: ما في إشكال. راح إلى الخربة، أكو أحجار، بنظرة منه أو بدعاء أو بلمسة حولها كلها إلى جواهر، قال: أخذ ودي. جاء بهذه الجواهر إلى الملك، الملك ذهل، قال: لا، هذا المقدار ما يكفي، أريد أكثر من هذا. عاد إلى المسيح، المسيح حول من الأحجار أضعاف مضاعفة إلى جواهر، أخذها. الملك اختلى بالشاب، قال له: شنو قضيتك؟ هاي الجواهر منين جابها؟ فقال: في الواقع جاء رجل صالح في الخربة، وهو الذي حول هذه الجواهر، هذه الأحجار إلى جواهر. فعلم الملك أنه المسيح، قال له: ائتني بضيفك
ويتم عقد الزواج. جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه وعقد لهم أو شارك في العقد، وأصبح هذا الحطاب زوجا لابنة الملك. في اليوم الثاني الملك قعد مع هذا الشاب، شاف عاقل فاهم ما كان عنده أولاد، فجعله وليا للعهد هذا الحطاب، وأمر أركان المملكة أن يبايعوه. في الليلة الثانية مات الملك تقدير، في اليوم الثالث تحول هذا الحطاب إلى حاكم البلاد. قبل 3 أيام كان حطاب والآن حاكم البلاد. جاء المسيح ليودعه، قال هذا الشاب هذا نور البصيرة أنه أكو فد شيء البارحة خطر في قلبي، إذا ما تجاوبني على هذا السؤال لن ينفعني أي شيء مما منحتني. قال ما هو؟ قال أنت اللي عندك هذه القدرة، ليش تعيش في هذا الوضع؟ أنت عندك هذه القدرة تحول الجواهر الأحجار إلى جواهر، أنت ليش وضعك هالشكل؟ فقال له المسيح إن العالم بالله وبدار مقامه وبالآخرة والعالم بفناء هذه الدنيا لا يمد نظره إلى هذه الدنيا. قال الشاب سؤال آخر، أنت اللي فررت من هذه الدنيا ليش ورطتني في هذه الورطة؟ فقال له إنما فعلت ذلك امتحانا لك ولتكون عبرة لمن يأتي بعدك، يعني إحنا. قال إذا هالشكل أنا ما أريد هذا الملك وما أريد هذا السلطان، ولبس ملابسه البالية وأصبح من حواري المسيح. المسيح طلع ومعه هذا الشاب، ترك كل شيء، سهل على أولياء الله في لحظة واحدة يترك كل شيء، سهل بقرار واحد. فجاء المسيح إلى أولئك الذين كانوا عند الكنز وقال هذا هو كنزي الذي كنت أطلبه، هذا هو الكنز المعنوي. بقرار واحد، أنا ما أقول أنه واحد بكرة يفر إلى الجبال، لا، وإنما يفر من الدنيا الملعونة بقرار واحد. إذا أكو في ذمة شيء، إذا أكو في ذمة تبعات يفر منها، إذا مطلوب للناس، إذا مطلوب لله سبحانه وتعالى ليخلي هذا في ذمته. هذا هين على المؤمن بإذن الله تعالى بعون الله تعالى، إذا أكو قضاء عليه صلوات فالآن يقضيها، وإلا فد مرة واحد بالليل ينام وما يقوم. هاي القضية نقلتها لكم قبل يمكن 5 سنوات أكثر، لا بأس أشير إليها. إجاني جار لنا الله يرحمه بعد صلاة العصر، قال أنا أكو في ذمتي شيء وما أريد أموت وهذا في ذمتي، مع أنه كان ظاهرة ما عليه شيء، ما أدري قطة 18 دينار 20 دينار ما أدري، قال هذا نذير شنو، قال أريد هذا يخلص ليكون في ذمتي، أن أموت وماكو في شيء في ذمتي. هذا كان بعد صلاة العصر، راح للبيت اتغدى، جارنا كان الله يرحمه هنا اتغدى ونام بعد ما قام. يعني احنا اليوم الله ان شاء الله يطير
أعماركم جميعا. يمكن نروح نتغدى والنوم ما نقوم. فواحد المؤمن بقرار واحد قبل أنه يأتي يوم ما يتمكن يحاول أن يصفي. إحنا نتورط، إحنا مو معصومين، نتورط بالذنوب بالآثام بالموبقات. واحد يحاول يصفي. هذا القرار الذي اتخذه الكثير من أولياء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.